النمسا تمنح اللجوء لأكثر من 26 ألف شخص في 2023. الخارجية تدين أعمال العنف من المستوطنين في الضفة الغربية. النمسا تشهد مظاهرات ضد اليمين المتطرف وتضامناً مع فلسطين. فرق الإطفاء تكتشف 3 جثث لتجار تحف داخل شقة. زيادة أعداد التلاميذ المطرودين من مدارس فيينا. وزير حقوق الحيوان يعلن عن إصلاحات في قانون تربية الكلاب. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن أكثر من 26 ألف شخص حصلوا على حق اللجوء في النمسا خلال العام الماضي، بزيادة 4500 شخص عن العام السابق. ومنحت الحماية الكاملة لما يصل ل 17 ألف شخص، فيما حصل 8 ألاف على الحماية الفرعية، وسمح ل 1750 بالبقاء لأسباب مستحقة. تم تسجيل ما يصل ل 59 ألف طلب لجوء بانخفاض 48% عن العام السابق، وتصدر السوريون القائمة بعدد اللاجئين، تلاهم أفغانستان وتركيا، حيث يحظى السوريون بأفضل فرص للجوء بنسبة 61%. أدان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بشدة العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، داعيا إلى فرض عقوبات صارمة عليهم. وأكد شالنبرغ على ضرورة دعم حل الدولتين من خلال التفاوض، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب في سلام. فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أشار إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مؤكدا على أهمية حزمة المساعدات بقيمة 50 مليار دولار. تظاهر الآلاف في مدينة غراتس يوم السبت ضد التيار اليميني في غضون أسبوع من الاحتجاجات الواسعة في أوروبا. وتجمع آلاف المحتجين في المحطة الرئيسية، ثم توجهوا إلى الساحة الرئيسية في المدينة، حيث أقيم بحر من الأضواء في المساء شارك فيه شريحة واسعة من رواد الفن والثقافة. وفي نفس الوقت استمر الناشطون الفلسطينيون بحراكهم الأسبوعي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 3 أشهر، حيث جاب المئات شوارع فيينا مساء الأحد. اكتشفت فرق الإطفاء في شقة بمنطقة باد فوسلاو في النمسا السفلى يوم السبت 3 جثث لأشخاص تم قتلهم بالرصاص ثم أحرقت الشقة. وواصلت الشرطة تأمين الأدلة واستجواب أقارب الضحايا بعد اكتشاف الجثث في شقة تعود لتجار تحف، ويفترض أن القاتل قد ارتكب جريمة قتل متعددة وربما انتحر، لكن لا يمكن استبعاد وجود طرف ثالث في الجريمة، ولذلك تبقى التحقيقات جارية لتحديد التفاصيل وسياق الأحداث وانتظار نتائج التحقيق الجنائي. تم استبعاد حوالي 814 طالبا في فيينا خلال العام الدراسي 2022 و23 بسبب تكرار تسببهم في أعمال العنف، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة. وغالبا ما يؤدي التصرف العدواني إلى استبعاد الطلاب لفترة تصل إلى 4 أسابيع لحماية البيئة المدرسية. وبلغ إجمالي حالات الإيقاف في فيينا خلال العام 2022 و23 حوالي 814 طالبا، معظمهم في المدارس الثانوية، حيث يعتبر الإيقاف إجراء فوريا لحماية الآخرين، لكن يرى بعض الخبراء أنه لا يعالج جذور ظاهرة العنف في المدارس. أعلن وزير الصحة يوهانس راوخ أن النمسا سوف تشدد قوانين تدريب الكلاب للحماية والهجوم، حيث يهدف ذلك إلى إنهاء تربية الكلاب العدوانية. وستناقش التعديلات المقترحة للقانون في البرلمان في أبريل، وتشمل متطلبات صارمة لأصحاب الكلاب مع اختبارات للفصيلة وشهادات طبية بيطرية، ويحظر تدريب الكلاب على الهجوم بشكل غير مراقب، ويطلب من أصحاب الكلاب اجتياز اختبارات لضمان الجودة،
فحوصات من هيئة مستقلة، ويأتي هذا التعديل بعد العديد من حوادث هجوم الكلاب على البشر. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.